وجها لوجه، حوارات في السياسة والمجتمع مع مرسي خالد أبو موخ. برنامج حوارات في السياسة والمجتمع مع شخصيات سياسية، مجتمعية، شخصيات أكاديمية ومهنية من حقول معرفية مختلفة، في حوارات، مقابلات وسجالات حول واقعنا، حول ما يدور حولنا من تحولات في السياسة والمجتمع. وجها لوجه نواجه عين الحقيقة. انتظرونا مساء كل جمعة في الساعة 8:00.